هأكبر في حتة السمنة الموضعية. السمنة الموضعية ده الناس بتشيك كده، انا ما عنديش مشكلة في جسمي كله بس بطني كبير، بطني كبيرة مش متناسبة مع جسمي، او فدي سمنة موضعية. بس في تحديدا في حتة زيادة الوزن في منطقة البطن او الاحشاء دي بتبقى بتقلق شوية، لان هي دي اللي لسه كنا بنحكي عليها، بتبقى اكبر مصدر لانزيمات الالتهاب في الجسم، اللي هي بتكون برضو مؤشر لحاجة اسمها مقاومة انسولين. يعني انصحك يا استاذة هدى ان حضرتك تعملي التحليل بتاع مقاومة الانسولين، وخصوصا لو في تاريخ عدم انتظام في البيريود في الدورة الشهرية، او تاريخ مرضي للتكيسات المبايض، ده ممكن يكون مؤشر لحاجة اسمها مقاومة انسولين دهون البطن. فتعمل تحليل مقاومة انسولين، لو في تاريخ مرضي في العيلة كمان سكر، ده داعي اكبر ان هي تطمن على نفسها. هي حست بقلق بس كده، لانه ستات دهون البطن بالذات تقلق، يعني هي تبتدي شكل مختلفة عن باقي دهون الجسم. يعني ما نقلقش من سيدة مثلا عندها منطقة الأرداف فيها دهون موضعي أو تراكمات في الرجلين، لكن دهون البطن تحديدا ليها مؤشر صحي فعلا على أمراض البطن أو مشاكل البطن.